من كام سنة كده 5 شباب مغامر قرروا يزوروا المكان ده ويستكشفوه ويصوروا اللي بيحصل جواه، بس اللي شافوه وسمعوه اعتقد انه علمهم الدرس كويس ومش هيفكروا يغامروا تاني ويقربوا من اي مكان معروف انه مسكون بالجن. من هول اللي شافوه طلعوا جري يهربوا من المستشفى، بس وقفهم امن المستشفى يقول لهم انتوا ايه اللي دخلكوا هنا؟ امشوا وما ترجعوش هنا تاني ابدا. اعتذروا له وطلعوا يجروا من الرعب، ومفيش كام متر دوريت الشرطة وقفتهم تشوف هويتهم وتعرف هما ليه موجودين هنا في المكان ده في الوقت المتأخر ده. بدأوا يعتذروا ويتأسفوا ويقولوا للشرطة اللي عملوه وإنهم دخلوا المستشفى عشان يتأكدوا من الكلام اللي بيتقال عنها، وإن قابلهم راجل الأمن اللي وقفهم على المستشفى وهم طالعين وزعق لهم واعتذروا وإنهم مش هيعملوا كده تاني أبدا، عشان يرد عليهم الشرطي بكل تعجب ويقول لهم إيه اللي بتقولوه ده؟ راجل أمن مين وبتاع إيه؟ مفيش أي رجال أمن واقفين عند المستشفى. مستشفى تشوفها من بره تقول ايه المكان الفخم ده؟ مكان مبني على مساحة كبيرة جدا ومعمول له تصميم وديكورات واضح انها غالية ومكلفة جدا، وبالرغم من كل ده محدش بيجرؤ يدخله لانه من اشهر الاماكن المسكونة بالجن في السعودية وتحديدا في مدينة الرياض. تم الانتهاء من بناء المستشفى سنة 1987، وبيقال ان اللي بناها هو رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، إهداء لوزارة الصحة السعودية. وناس تانية بتقول إنه اتبنى على أساس إنه هيكون مستشفى خاص لكن ما كملش الإجراءات بتاعته وما اشتغلش. أيا كانت الجهة اللي بنت المبنى، أول ما هتشوفه هتحس إنك شايف قصر فخم وكبير جدا. المبنى مكون من 8 طوابق مجهزين من كل شيء، من أول السرير والأجهزة والتلاجات حتى المصاعد والكهرباء، كل شيء متركب يدوبك واقف على انه يستخدم. بس طبعا عايزين نعرف، طب ليه ما كان اتصرف عليه كل ده ما اشتغلش وفضل مهجور اكتر من 20 سنة؟ الجواب هو ان الشخص اللي بنى المستشفى ما سجلش المستشفى في وزارة الصحة وتوفى، والورثة رفضوا انهم يسجلوه الا لما الحكومة تدفع لهم ثمن الارض وتكاليف البناء والتجهيزات، خصوصا ان سعر الارض والمكان اللي موجودة فيه اتعمر جدا. وعلى مر السنين كل المحاولات فشلت في انهم يوصلوا الحل للمشكلة دي، فالمكان اتقفل وبقى مهجور واتخرب، وبدأت تظهر عليه الاقاويل من سكان المنطقة بعد ما بدأت تحصل فيه حاجات غريبة. السكان في المناطق المحيطة بدأوا يسمعوا اصوات غريبة ودوشة جاية من المستشفى، بالرغم ان صعب جدا حد يدخلها لان كل بواباتها مقفولة، وبدأوا يشوفوا انوار جاية من الشبابيك وناس بتتمشى جوه المستشفى، وساعات يلاقوا نار بتخرج منها كأن في حريقة كبيرة جدا جوه، لدرجة ان النار بقت بتطلع من الشبابيك. فطبعا بدأ الجيران يبلغوا الشرطة، بس الغريب ان الشرطة لما كانت بتيجي ما كانتش بتلاقي ولا اثر لأي شيء، ولا في حريق ولا حتى اي بني ادمين موجودين، وكانوا بيقفلوا البلاغ ويمشوا. وفضل الوضع على الحال ده لحد ما جه رمضان، وبدأوا يسمعوا الأذان بصوت عالي وغريب جدا، وفي شاب صور الجامع وقت ما كان سامع الأذان ودخل بالفعل المسجد ولقاه فاضي تمام. أمال مين اللي بيأذن؟ مفيش حد، الصوت موجود لكن مفيش مؤذن موجود داخل المسجد. وبقت الأقاويل منتشرة حوالين المكان وبقت مشهورة إنها مكان مسكون بالجن. وفي يوم كان في 5 شباب بيتمشوا بسيارتهم في نص الليل وكانوا زهقانين، فواحد منهم قال لهم ما تيجي نحاول ندخل مستشفى عرقة، أكيد سمعتم إنها مسكونة بالجن والكل بيتكلم عليها، ما تيجوا نجرب ندخل كده ونشوف يعني إيه اللي هيحصل جواها. أنا سمعت إن تلاجة الموتى بتاعت المستشفى هي أكتر مكان مسكون، هتبقى مغامرة جامدة وممتعة. بدل الملل اللي احنا فيه ده صحابه مطولوش في التفكير وقرروا يروحوا يزوروا المكان ويدخلوا ويستكشفوا بنفسهم ويعرفوا هل المكان مسكون بالجن بجد ولا كلها مجرد حكايات وإشاعات. وبالفعل روحوا وسابوا عربيتهم في موقف السيارات وقعدوا يلفوا حوالين المبنى يدوروا على أي مدخل يقدروا يدخلوا من خلاله جوه المستشفى، خصوصا أن كل الأبواب مقفولة بإحكام. بس ما أخدوش وقت كتير ولقوا باب مكسور
قدروا يدخلوا منه. دخلوا على الدور الأرضي وبدأوا يطلعوا كشافاتهم ويفتحوها. طبعاً المكان كله تراب ومبهدل جداً وباين عليه إن ما فيهوش حد نهائي، وبدأوا يلفوا فيه ويدوروا على أي شيء غريب أو أي حركة أو صوت يأكد الكلام اللي بيسمعوه، لكن ما لقوش حاجة. فطلعوا الدور الأول وتقسموا شوية، طلعوا الدور التاني وشوية فضلوا في الدور الأول، وكلهم كانوا بيدوروا على أي ظاهرة أو أي شيء غريب بيحصل في المستشفى. الجماعة اللي كانوا في الدور الأول بدأوا عمالين يلفوا في الدور كله، لقوا ممر طويل وفي آخره نور سهاري ضعيف كده. فواحد منهم قال لهم هو إيه النور ده، ما تيجي ندخل الممر. فصديقه رد عليه وقال له يا عم ده تلاقي شباك مكسور ولا حاجة، وتلاقي النور ده جاي من عواميد الإنارة. المهم وهم واقفين بيتكلموا وبيتجادلوا، واحد منهم صرخ وقال لهم انتم شفتوا من اللي انا شفته؟ رد واحد منهم قال له في حد فعلا اتحرك في آخر الممر صح؟ قال له اه. وهم واقفين مرعوبين سمعوا صوت أصحابهم اللي في الدور التاني بيندهوا عليهم وبيقولونهم تعالوا تعالوا اطلعوا بسرعة، بس بصوت كله رعب. طلعوا بسرعة وشاورونهم على أوضة معينة وبيقولونهم مش هتصدقوا اللي احنا شفناه. ردوا واحد وقال لهم في ايه؟ ردوا قالوا تعالوا ورانا. المفاجأة انهم لما دخلوا الأوضة كانت نظيفة جدا، حرفيا بتلمع، مفيش ذرة تراب واحدة على الأرض ولا الإزاز، وفايح منها روائح المنظفات كأنها لسه ممسوحة ومتلمعة حالا. والأغرب والمرعب أكتر إنهم لقوا كوباية شاي سخنة محطوطة على الترابيزة، وواضح إنها لسه معمولة ما كملتش دقايق. الدنيا كانت ظلمة جدا، يا دوبك هو نور الكشافات اللي معاهم. بدأوا يبصوا لبعض وهم في حالة استغراب، إزاي المستشفى كلها مبهدلة كده ومردومة تراب، وشمعنا الأوضة دي بالذات نظيفة بالشكل ده، ومين اصلا اللي عمل كوبايه الشاي دي؟ ومره واحده بداوا يسمعوا اصوات خطوات جايه من المستشفى كلها على مسافه بعيده، بس الاصوات كانت بتقرب منهم وجايه عليهم، وصوت ناس كتير جايه عماله تقرب على الاوضه دي. الاصوات بدات تقرب بسرعه، طبعا طلعوا يجروا، بس المرعب بقى ان الصوت بيزيد وراهم وبيقرب، وبداوا كمان يسمعوا اصوات زمجره كأنها أصوات حيوانات بتاعوي وغضبان. طلعوا يجروا بسرعة ونزلوا الطابق الأول وبدأوا يقفوا ياخدوا نفسهم من الرعب. واحد منهم وهو واقف سند على الحيطة اللي وراه فاتخبط في حاجة معدن، سلط عليها الكشاف عشان يشوف إيه اللي سند عليه ده، لقى باب معدن كبير ومكتوب عليه ثلاجة الموتى. الباب كان فيه حتة إزاز، سلط الكشاف عليها وبدأ يبص من خلال الإزاز، وهنا الصدمة التانية. بدأ صاحبهم ينادي صحابه بصوت مهزوز وكله رعب وقال لهم بصوا انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ بدأوا كلهم يبصوا من خلال الإزاز، والمصيبة انهم شافوا حاجات عاملة زي الظل كتير جدا، وعمالين يتمشوا بطريقة عشوائية رايحين جايين، وأصوات همسة عالية جدا خارجة منهم، في أصوات مختلطة كأنهم واقفين في سوق زحمة، وهم بيبصوا وقلبهم هيقف خلاص من الرعب. قطع تركيزهم في اللي شايفينه صوت صرخة عالية جدا من شدتها كان هيغمى عليهم. طلعوا يجروا بسرعة، بس أصوات الهمس جاية من وراهم وبتقرب، فبدأوا يبصوا وراهم ويسلطوا الكشاف يشوفوا فيه إيه. لقوا وراهم ثلاثة من الظل اللي كانوا شايفينه في غرفة ثلاجة الموت بيجري وراهم وجايين عليهم. ومرة واحدة لقوا واحد من أصحابهم وقف في مكانه وكأن حاجة مسكاه مثبتاه، مش عارف يتحرك وبيصرخ وبيقول لهم الحقوني الحقوني في حاجة مسكة رجلي. لأ، وكمان بيرجع لورا وكأنه بيتشد. رجعوا لصاحبه وبدأوا يشدوه، بس في حاجة أقوى منهم بتشده عكس الاتجاه، عايزين يرجعوه تاني جوه. بقوا بيشدوا بكل قوة لحد ما خلصوه من إيد الحاجة اللي كانت ماسكاه دي بالعافية، وطلعوا كملوا جري ونزلوا على الدور الأرضي ودخلوا ممر طويل، والمفروض إن آخر الممر ده باب المستشفى اللي دخلوا منه. ومرة واحدة ومن العدم لقوا في وشهم واحدة ست عجوزة ومسنة جدا، يا دوبك واقفة بالعافية وبتبص لهم بكل غضب وبتصرخ فيهم وبتقول لهم انتم صحيتم حيواناتي، وصرخت فيهم اخرجوا بصوت عالي جدا من الرعب. واحد منهم اغمى عليه، صحابه شالوه بقوا بيجروا بيه وعمالين يجروه لحد ما خرجوا من الباب المكسور اللي دخلوا منه، وطلعوا عند موقف السيارات عشان يركبوا عربياتهم ويهربوا من المكان ده، بس لقوا في وشهم راجل لابس فرد امن. سألوه انت مين؟ قال لهم انا اللي ماسك الامن بتاع المستشفى، وعلى وشه ملامح الغضب، حتى نظره مش موجه عليهم وبيقول لهم انتم ايه اللي جابكم هنا وازاي تدخلوا المستشفى؟ ردوا وقالوا احنا غلطانين، كنا عايزين نشوف المكان من جوه ونعرف ايه اللي بيحصل،
ونتأكد هو زي ما بيتحكي عنه مسكون فعلا بالجن ولا لا. ما كانش قصدنا حاجة والله، احنا ولا حرامية ولا مخربين، احنا بس كنا عايزين نعيش مغامرة ونستكشف المكان. احنا بنعتذر ومش هنكرر الكلام ده تاني ومش هتشوفنا هنا تاني. وحاولوا يهزروا معاه شوية كمحاولة يعني من انهم يلطفوا الجو، بس الراجل كانت ملامحه كلها غضب وشر، وكان واضح انه متعصب منهم جدا، وقال لهم امشوا من هنا وما ترجعوش تاني. طبعا اخدوا بعضهم وطلعوا جري على عربياتهم، ركبوها ومشوا، بس ما فيش كام متر ولقوا سيارة الشرطة في وشهم، وقفوهم وبدأ الشرطي يطلب منهم هويتهم ويسألهم انتوا ايه اللي جابكم هنا في الوقت ده وبتعملوا ايه بالظبط. بدأوا يحكوا انهم غلطوا ودخلوا المكان ده، وانهم قابلوا راجل الامن بتاع المستشفى واعتذروا وانهم مش هيرجعوا هنا تاني. بس كانت المفاجأة لما رد عليهم الشرطي باستهزاء وسخرية وقال لهم انا اللي ماسك المنطقة هنا ومفيش اي رجال امن عند المستشفى، وان المكان مهجور بقاله سنين ومفيهوش اي حد لا رجال امن ولا غيره. طبعا الشباب كان هيغمى عليهم، امال مين اللي كان بيكلمهم ده؟ حتى مش فرد واحد منهم بس اللي شافوه عشان يقولوا بيتهيأ له ولا حاجة، لا ده كلهم شافوه وكانوا واقفين الخمسة. فضلوا يقسموا للشرطي ان ده اللي حصل وانهم شافوه. الشرطي اصر انه ياخدهم يرجعهم تاني عند ساحة السيارات عشان يتأكدوا من وجود فرد الامن، لكن المفاجأة انهم ملقوش اي حد والمكان فاضي تماما ومفيش اي صوت لاي حاجة. دي كانت اشهر حكاية عن المستشفى المسكون عرقة، ولما انتشرت الحكاية على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الشباب قرروا انهم يجتمعوا ويروحوا يقتحموا المكان ويشوفوا اللي بيحصل فيه، وبالفعل روحوا وولعوا النار في المكان وعملوا ألعاب نارية وكتبوا على الحيطان وأحدثوا تلفيات كبيرة جدا وكسروا كمان بعض الشبابيك الإزاز والأجهزة، والمكان بقى حرفيا عبارة عن خرابة من جوه. وده دفع السلطات السعودية بغلق المكان نهائيا وبطريقة محكمة عشان محدش يقدر يدخله تاني. دي كانت حكايتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم. دايماً الأماكن المهجورة واللي مقفولة بقالها سنين بيطلع كلام كتير جداً حواليها، الله أعلم ليه، عشان فعلاً الجن بيروح يسكن أماكن الخلا والفضاء، فبالنسبة لهم كل الأماكن المهجورة بتكون بيئة مناسبة ليهم، ولا إيه بالظبط اللي بيحصل؟ بس الأكيد إن مفيش دخان من غير نار. قولنا رأيك في الحكاية، ولو عندك أي معلومة زيادة عن المكان اكتب لنا تحت في الكومنتات. ولو الحلقة عجبتك ما تنسوش تدعموا المحتوى والقناة بإنك تعمل لايك وتشير الفيديو واعمل سبسكرايب لو بتشوفني الأول مرة، واستنوني في حكاية جديدة من حكايات نص الليل. كانت معاكم تيا، أشكركم على المتابعة ودمتم بخير.